وللنقاش حول المشهد السوري ينضم معنا من لندن السيد بسام جعارة المحلل السياسي السوري. أهلا ومرحبا بك أستاذ بسام. بداية، النظام أعطى مهلة 3 أيام للجيش الإسلام للخروج من الغوطة، لماذا رفضت روسيا المبادرة التي قدمها وعلى ماذا اعتمد في تقديمها؟ يعني اسمح لي أقول بعد التحية، النظام لا يستطيع أن يوجه أي رسالة على الإطلاق. هذه الألاعيب باتت مكشوفة. روسيا هي التي تقرر كل شيء، تقرر القتال، تقرر القصف، تقرر التفاوض، وكل عمليات تفاوض لم تجري مع النظام بل جرت مع الروس، ليس في الغوطة فقط بل في المناطق الأخرى، في حمص وفي بقية المناطق التي تتم فيها بين قوسين المصالحات. اللي بدي أقوله بشكل واضح، حتى الآن الصورة ضبابية جدا، ولكن أعتقد شخصيا أن مسألة الغوطة باتت محسومة، بمعنى لن تسمح روسيا لأهالي الغوطة بأن يبقوا في الغوطة ولا لأهالي دوما أن يبقوا في دوما. لافروف تحدث عن هذا الأمر منذ سنوات، ويبدو أن ذاكرة البعض ضعيفة. قال حرفيا أن تحقيق الحل السياسي في سوريا يقتضي تحقيق التوازن الديمغرافي، بمعنى تحويل السنة في سوريا إلى أقلية من خلال القتل والتهجير. وما جرى وما يجري الآن في الغوطة وفي بقية المناطق يؤكد بأن روسيا تنفذ هذا الحل الذي أعلن عنه لافروف. اللي بدي أقوله بشكل واضح، بكل أسف خسرنا الغوطة لأسباب لا مجال هنا لذكرها، ولكن بدي أقول أيضا أن المتغيرات على الأرض تتم بسرعة غير معقولة. على سبيل المثال، الأمريكيون يسيطرون على حوالي 28% من مساحة سوريا، والآن بعد إعلان ترامب الانسحاب قريبا جدا من سوريا، السؤال المطروح هو إلى أين ستؤول هذه المساحات؟ هل ستكون حصة تركيا أم حصة روسيا أم أن إيران سوف تدخل؟ بمعنى آخر، كل شيء يصب الآن في المجهول، ولا يوجد إجابات واضحة على أسئلة لم تعد واضحة على الإطلاق. نعم. النظام اليوم يقوم بتحشيدات عسكرية على تخوم مدينة دوما، برأيكم كيف سيكون السيناريو في المدينة؟ هل سيكون مغايرا إلى باقي السيناريوهات أم مشابه لما حصل في الغوطة؟ يعني خليني أقول، المساحة التي يوجد بها المقاتلون في الغوطة مساحة صغيرة جدا، وروسيا لم تستطع أن تفعل شيئا. الجميع يعرف تماما كيف كانت جوبر مخرز في أعين النظام، بمعنى مساحة صغيرة حاولوا اقتحامها على مدى السنوات الماضية وفشلوا. وعندما فشلوا في كل ما جرى، يعني تحولت الغوطة إلى مقبرة للفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، ولكن جاءت روسيا لتحرق الأخضر واليابس. نحن أمام سيناريو غروزني يعاد تنفيذه في الغوطة الشرقية كما تم تنفيذه في بقية المناطق. لا يستطيع أي مقاتل أن يصمت أمام أرض تحترق تماما. بمعنى آخر، يعني هل تعتقدون أن جيش الإسلام في سوريا تلقى ضمانات ليطلب من روسيا أن يكون تحت حمايتها؟ يعني بكل أساس في الشهر الأول من عام 14 قال محمد علوش أن روسيا تحولت من طرف منحاز إلى النظام إلى طرف ضامن. السؤال المطروح الآن، هل هذا هو الضامن الذي يتحدث عنه محمد علوش؟ بأكد لك تماما أن هدف الاستيلاء على دوما لم يتغير على الإطلاق. لا تريد روسيا لأي معارض أن يكون قريبا من دمشق. هم يعرفون تماما أن المسافة بين دوما وبين دمشق لا تتجاوز نصف ساعة لأي مقاتل، بمعنى الخطر سيبقى ماسرا، وروسيا لا تستطيع البقاء إلى الأبد لتحمي بشار الأسد. لنفترض أن النظام سيطر اليوم على الغوطة، بهذا يكون قد قطع شوطا كبيرا على حساب المعارضة. إذن ماذا تملك المعارضة السورية بعد 7 سنوات من القتال؟ خليني أذكر جميع، في أيلول 2015 قبل الغزو الروسي بيومين كان النظام لا يسيطر على أكثر من 28% من مساحة سوريا. الآن اليوم
وبعد كل ما جرى بعد سنتين ونص من الغزو الروسي ووجود حوالي 100,000 مرتزق إيراني وأفغاني باكستاني ولبناني وعراقي، بعد كل ذلك لا يسيطرون على أكثر من 55% من مساحة سوريا. بمعنى كل عظمة روسيا اللي هي أول بلد أو ثاني بلد بالعالم من حيث القوة العسكرية لم يستطيعوا. السؤال المطروح، إذا سيطروا اليوم على الغوطة وسيطروا غدا على إدلب وبعد غد على درعا، هل يعني ذلك أن بإمكان بشار الأسد أن يحكم سوريا؟ بأكد لك لا أبدا. والله 10,000 مقاتل في جبل الكراد وجبل تركمان يحتاجون إلى جيش روسي آخر لمواجهته. لكن سيد بسام، ما قلته صحيح، ولكن البعض يقول أن ما حصل هو قوة عظمى جعلت ما يحصل في سوريا والمتصارعين في سوريا أدوات لها، المعارضة بدعم أمريكي ودول أخرى وتحالف دولي، والنظام بدعم روسي، فجميع الأطراف التي تتصارع تدعمها قوى كبرى. هل ما زالت المعارضة تعول على الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا ما سمعناه من تغير في سياسات الولايات المتحدة؟ يعني أنا بستغرب طرح هكذا سؤال، عن أي دعم تتحدث؟ لا يوجد أي دعم على الإطلاق، على الإطلاق. عندما أرادت أمريكا أن تقدم الدعم للمعارضة تم إطلاق ما يسمى بالمفحوصين، لم ينجح من المعارضة إلا 7 أشخاص، ولذلك اختارت أمريكا أن تدعم وحدات حماية الشعب الكردية، هناك عدد محدود موجود في منطقة التنك. تحت سيطرة أمريكا وبأمرة أمريكا هؤلاء لا يشكلون 5% من الجيش الحر. أمريكا يعني ما بسمع لم تدعم، هي منعت وصول الدعم إلى بقية الفصائل أيضا عن أي دعم عربي. بأكد لك تماما، من فبراير 2016 فبراير 2016 سنتين وشهر لم تأتي طلقة واحدة من الخارج ولا يأتي دولار واحد من الخارج. طيب، ما حقيقة حديث ترامب عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، خصوصا بعد أن رفض تسليم منبج إلى تركيا؟ وبرأيكم لحساب من سيكون هذا الخروج؟ يعني كما قلت، هذا التصريح مفاجئ وغريب. لماذا غريب ومفاجئ؟ قبل أسبوعين كانت القيادة الأمريكية من خلال البنتاغون ومن خلال المخابرات الأمريكية تتحدث عن وجود أمريكي طويل الأمد في سوريا، وأعلن وزير خارجية أمريكي استراتيجية روسيا أمريكا الجديدة في سوريا عندما قال لن نخرج قبل القضاء نهائيا على داعش، ولن تخرج لكي لا يستولي بشار الأسد على هذه المناطق، ولن ولن ولن. بمعنى آخر، هل تضيع استراتيجية أمريكية بتصريح صغير من ترامب؟ لا نستطيع أن نكون إلى هذا التصريح ولا إلى التصريحات الخارجية الأمريكية أو البنتاغون، دعونا نرى. ولكن أعتقد تماما أن المنطقة التي سيخرج منها الأمريكان ستكون موضع تصارع بين روسيا وبين تركيا. بمعنى تركيا لها حدود تصل إلى حدود 900 كيلومتر على امتداد هذه المساحة، مساحة الوجود الأمريكي. وأعتقد تماما أن من يدفع الثمن غاليا هي وحدات حماية الشعب الكردية. من لندن المحلل السياسي السوري بسام جعرة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.